ازيكم يا اصحابي، انا عملت خيمة عملتها وربطتها كده وحطيت عليها الملايين كده. بعمل حاجات كتيرة فيها، زي ان انا بقرأ في مجلة ناك والمجلات التانية، وبلعب بالمكعبات الليجو. الحاجات اللي انا بعملها المفضلة بلعب بالمكعبات الليجو، بقرأ في المجلة، ودي مركبة انا عملتها طيار بتطير، و ساعات بعمل حاجات كمان فيها، باكل وبعمل ولما يجي معايا اصحابي بلعب معاهم فيها في البيت.